ننتقل إلى ملف آخر في هذه الساعة، حيث استدعت الخارجية العراقية اليوم السفير التركي في بغداد للمرة الثانية خلال أيام، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ضد العدوان على أراضي البلاد. وشددت الخارجية العراقية في بيان لها على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف وسحب قواته المعتدية من العراق، كما اتهم العراق تركيا بأنها كانت السبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحدودية المشتركة. على كل حال، المزيد من المتابعة ولفهم أكثر لهذا الملف عبر الهاتف أستاذ أسامة عبد العزيز، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي. أستاذ أسامة، أرحب بك. أهلا بك أستاذ أمين. إذن كيف تابعت هذا الإجراء الذي قامت باتخاذه العراق للمرة الثانية خلال أيام؟ هو من الإجراءات الطبيعية المتعارف عليها، لابد أن تتخذ العراق سياسة الدفاع عن موقفها في مواجهة شراسة الموقف التركي، لأن دي المرة الثانية خلال أسبوع. هذا يدل على أن تركيا تنتهك كل العراق، لا تمتثل لأي شرعية أو أي قانون، لما تنتهك كل الحقوق. فلهذا اضطرت العراق أن تلجأ إلى هذه الخطوة كموقف مبدئي ومعروف متعارف عليه في الدبلوماسية العالمية. لكن البعض يتساءل، وليكفي هذا الإجراء، بالتأكيد هذا إجراء، مجرد إجراء حبر على ورق، لا يكفي بالتأكيد على العراق وعلى المجتمع العربي أولا أن يتخذ خطوات قاسية ضد الموقف التركي، وكذلك على المجتمع الدولي. طبعا احنا عارفين أنه تركيا تنتهك بكل الاشكال الشرعيه والقوانين ولا تمتثل لاي قرارات. نعم، ولكن في هذه النقطه ايضا استاذ اسامه دعني اذهب معك ربما الى بعد اخر. تركيا تحديدا تتدخل بشكل واضح وجلي للعالم العربي والدولي في سوريا وليبيا. فيما يتعلق بالعراق تحديدا، هذه المذكره حتى وان لم ينتج عنها اي قرارات على ارض الواقع، هل نستطيع القول انها اشاره رمزيه الى ايضا تدخل تركيا في الشان العراقي بشان جلي؟ هي طبعا بالتاكيد هكذا، ولكن أنا بتكلم على هل تركيا ممكن أن يوقفها مثل هذا الإجراء؟ هي إشارة رمزية زي ما حضرتك تفضلت أستاذ أنس، لكن الأمر نحتاج نوع من أنواع الردع. تركيا تختبر قوة المنطقة العربية، وحينما تجد أن المنطقة لا تتحرك بشكل قوي وجدي تبدأ في الانتهاكات. طبعا احنا عارفين ان تركيا تحولت في السنوات الاخيره من دوله يعني تبحث عن العمق الاستراتيجي، كانت تفكر في صفر مشاكل حينما كان احمد داوود اوغلو وزيرا للخارجيه اللي هو رئيس الوزراء اللي اقاله اردوغان. لكن اليوم تركيا بدأت تغير من استراتيجياتها بشكل واضح جدا، بدأت تنظر إلى الشرق بعد أن علمت أو تأكدت أن انضمامها إلى الغرب عبر الاتحاد الأوروبي أمر يصعب تحقيقه، ولهذا بدأت في الاتجاه شرقا، بدأت تقفز إلى الأمام في منطقة الشرق الأوسط، تهرب إلى الأمام من مشاكلها في الداخل. ولهذا هي تحاول عبر سياسات أردوغان تحديدا، هذا المتهور الذي يبحث عن العثمانية الجديدة، وهي من الأوهام الكبيرة. لا يعني أنه الظروف تغيرت، مسألة العثمانية الجديدة لن يحققها أردوغان ولن ينجح فيها. نعم، ولكن أستاذ أسامة أيضا دعني أتحدث معك في هذه النقطة، يعني تفضلت بالذكر في البداية أن أردوغان كان يختبر قوة المنطقة العربية. حتى نكون واضحين، والكل يعلم أن سوريا على سبيل المثال، وقد أشار أكثر من مرة يعني أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال أن سوريا خرجت من الحضن العربي. أيضا فيما يتعلق بليبيا، البعض أشار إلى أن تركيا تحاول ثورنة الأزمة الليبية وأخذها في ذات السياق. ما هي خطط تركيا في الداخل العراقي؟ هل نتحدث فقط
فقط هنا عن حلم الدولة العثمانية التي يحلم بها أردوغان، أم أن هناك أبعاد أخرى؟ هناك أبعاد اقتصادية واضحة جدا، وهناك أبعاد تخص المياه. ما تنسيش أنه أردوغان بيفكر، أو النظام التركي الحالي بيفكر بشكل واضح جدا في كيفية تحقيق هذا الحلم اللي هو الوهم التركي، الخلافة العثمانية الجديدة. أيضا ينظر إلى مصالح استراتيجية ومصالح اقتصادية، نعم، مصالح سياسية أيضا. في العراق هو يفكر في مياه العراق بشكل واضح جدا، أيضا النفط العراقي، لأن العراق دولة غنية بالنفط. المسألة الأخرى الخاصة بتوجهات أردوغان في المنطقة، أن تركيا اقتصادها وصل إلى مرحلة متدنية للغاية. ننسي النهاردة التحركات التركية اللي بنشوفها في المنطقة العربية بالتحديد، تحركات يعني يجب النظر إليها بعين الاعتبار. نعم، لما نشوف الوفد التركي امبارح اللي كان موجود في ليبيا، هذا أمر خطير. المسألة يعني بدأت تصل إلى حد هوس أردوغان بأنه يحقق مبدأ الخلافة العثمانية أو النظر إليه أيا كان، رغم أن هناك تعقيدات في هذا الأمر وأنه من الصعوبة بمكان تحقيقه. لكن حينما يضع تركيا، حينما تضع قدمها في أي دولة من دول العربية، بالتأكيد هناك صعوبة حتى تتخلص هذه الدولة من عبء الاحتلال العثماني الجديد، لأنه أردوغان يفكر في نهب ثروات المنطقة العربية. اقتصاده زي ما قلت لك بدأ على وشك الانهيار، يفكر في أنه داخل انتخابات سنة 23 يفكر في تحقيق أي انتصار. نعم، ولكن عن هذه الانتصارات سيد أسامة، يعني ربما في الآونة الأخيرة، آخر شهرين أو 3 أشهر تحديدا، أصبح هناك تحرك، لا أتحدث فقط عن التحرك العربي، ولكن أتحدث أيضا عن التحرك الدولي. أصبح هناك تصريحات واضحة دوليا بانتهاكات أردوغان في المنطقة العربية. هل يسرع أردوغان من خطواته خوفا ربما من أي اعتراض لهذه التحركات التي يقوم بها في الآونة الأخيرة؟ يعني أنت تعلم بالتأكيد أنه كان يتحرك في المنطقة العربية بدون أي رادع، وكان يتحرك على حساب قطر وعلى أيضا حساب إيران، يعني هم ظهر أردوغان كما يقول البعض. الآن في هذه الأوقات بعد هذه التحركات العربية والدولية، هل نستطيع القول أن أردوغان أصبح يسرع خطواته للوصول إلى حلمه؟ يبقى شيء واحد ننسي، طبعا بالتأكيد هو يحاول أن يسرع الخطى، ويحاول أن يتموقع في أي دولة عربية، يحاول أن يضع قدم فيها زي ما احنا شايفين دلوقتي في ليبيا، تحركات واضحه جدا انه يحاول السيطره على سرعة. لكن سؤال حضرتك، يعني لازم نقرا الكلمات اللي حضرتك بتقوليها، بتقولي تصريحات، هذا امر واضح الدلاله، لابد من اجراءات قويه، لابد من اجراءات رادعه. ولكن حتى نكون واضحين استاذ اسامه، يعني انت تتحدث يعني بكلام صحيح للغايه، ان كل ما نشهده نتحدث عن ادانات دوليه او تصريحات، ولكن حتى التصريحات اصبح بها لغه تحذيريه او اصبحت شديده اللهجه. يعني على سبيل المثال، تابعنا تصريحات فرنسا ايمانويل ماكرون تحديدا بعد ان كان يتخذ موقف محايد فيما يتعلق بتركيا، خوفا يعني من التلويح الدائم بورقة اللاجئين. تابعنا في الآونة الأخيرة أنه قال تحديدا لن نسمح بتركيا باستخدام حلف شمال الأطلسي لتحركاتها في المنطقة العربية، وهذا يعتبر تحذير من فرنسا. ده كلام سليم 100%، حقائق ثابتة على الأرض. لكن هل رأينا أي إجراء رادع لسياسات أردوغان؟ هل رأينا أي نوع من انواع العقوبات الاقتصاديه الشديده؟ لم نرى حتى هذه. ذلك يعيدنا الى ذات السؤال سيد اسامه، اذا ما الذي يوقف المجتمع الدولي عن وجود رادع للتدخلات التركيه؟ ان يرفع دونالد ترامب بيده
عن إدارة أردوغان في هذه اللحظة سيسقط أردوغان بالتأكيد أو يتراجع أو أن يعود إلى وطنه دون تدخل في الشؤون الأخرى. أما أردوغان يرى أن الإدارة الأمريكية الحالية يعني تشجعه على هذه الخطوات، لا توقفه عند حده. طبعا معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر قوة في العالم، هذا أمر لا يعني فراغ منه. حينما يرفع دونالد ترامب يده عن أردوغان من المؤكد أنه هذا الأمر سيختفي، لأنه الاتحاد الأوروبي ما زالت الانقسامات بداخله كبيرة جدا. أيضا حلف الناتو لا يستطيع أن يتخذ أي إجراء ضد أردوغان، لأنه هذا الأمر لابد أن يؤخذ بالإجماع، وتركيا عضو في هذا الحلف. نستطيع القول يعني ايضا ان تركيا تستغل تحديدا وجودها في حلف الناتو لهذه التحركات وعدم وجود اي رادع منه. طيب دعني اذهب الى سؤال اخر اذا سمحت لي سيد اسامه، واعود تحديدا الى الشان العراقي. يعني كما ذكر البيان العراقي ان التدخلات التركيه تاتي على الحدود او المنطقه الحدوديه المشتركه للعراق، ايضا كونك كاتب متخصص في الشان التركي، هل لك ان توضح لنا اين هي التدخلات او في ماذا تكمن التدخلات التركيه في العراق؟ التدخلات التركيه تكمن في العراق تحت حجة إن هي بتهاجم القوات الكردية اللي بتعملها نوع من أنواع المشاكل على الحدود التركية العراقية، لكن هذه حجة واهية ومعروفة. يعني هل يستطيع أردوغان عنده أكراد بنسبة 20% من عدد سكان تركيا؟ هل يستطيع أي دولة أخرى زي العراق أو سوريا المغلوبتين على أمرهما إن هم يقوموا بضرب أو بشن هجمات داخل العمق التركي ضد الأكراد؟ طبعا بالتأكيد. هل أردوغان يسمح بهذا؟ هل المجتمع الدولي يسمح بهذا؟ تبقى هذه الأسئلة يعني مفتوحة كالعادة سيد أسامة. أنا أشكرك شكرا جزيلا أسامة عبد العزيز الكاتب المتخصص في الشأن التركي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.